هذه البداية ومازال مازال مازال احنا حبينا نفرحوا ناس بالك ما عندهمش، نفرحوا ناس بالك محتاجين، نفرحوا ناس بالك مرضى، لأنه جبنا ألمع نجوم التنشيط في قناتنا قناة شورو. أنا بيرسونيلمون نحيي كامل المسؤولين اللي قاموا على هذه القناة، حاج راشيد، المديرة العامة مدام سلسبيل، مدام بوثينة، حسين فرجي مدير الإنتاج، نحيي كامل ليكيب، نحيي الفريق تاعي اللي تحملني أنا بيرسونيلمون، لأنه ربما ما راهيش أنانية، راهي نحب المد الأحسن والأحسن الأحسن، لأنه ثقة الجمهور والناس اللي يشوفونا في التلفزيون كبيرة على ظهري. وقبل ما نشرف اسم عمار شندالي، نشرف اسم الوالد اللي هو منشط كبير جلال شندالي. تحياتي الأمينة لوليسي اللي ناضت وطاحت وطاحت وناضت وناضت وطاحت، بصح المهم يعيطوا لك ماشي أمينة لوليسي، أمينة كريستيانو رونالدو. نحيي رزقي اللي واش نقول لكم، خفة الروح وكي يلحق لك ميساج ماشي كاع شباب يلحقوا لك بواحد السلاسة، يوفر لك كامل الظروف، شي جميل فريمون فريمون فريمون. صفيق على مسؤول الانتاج رزقي بوخر، فريق الاعداد من الصحفيين فاطمه الزهره الفلوس، فيصل ميديا، امين، نحييوهم بزاف بزاف بزاف. في هذه الحصه اكتشفت وعرفت ناس عندها احترافيه كبيره، على راسهم خويا وصديقي وحبيبي اللي دالي لابريسيون، جاب لي السكر بصح حبيته، من احسن الناس اللي خدمت معاها في الاخراج حافظ تريلي. طحنا ونضنا بصح ناكد لكم مدينا احسن برنامج للشعب الجزائري في عام 2023 2024. هضرنا بزاف حكينا بزاف، نروحوا ديريكتومون الان اللي راح يلعبوا اليوم على اموال كبار، ما راح يدوهم هما، راح نحاولوا نربحوا صوم كبيره اليوم، ما كاش اس ام اس، حلقه سبيسيال باش نربحوا الناس اللي ما عندهاش وتستاهل وجاوا على جالهم باش يطيحوا في الماء، وان شاء الله ما يطيحوش في الماء كاش ولا بسبلاش. انطلقت الان. الهدف من الحلقة تاع اليوم هي المساهمة في فعل الخير، هي المساهمة في اللي نتفكروا ناس ربما ما عندهاش، نتفكروا ناس بالك محتاجة بصح عزة النفس ما يقولكش مدلي، ما يقولكش عطيلي، بصح حنا بلا ما يقولوا هكاك نتفكروهم. في مجمع الشروق كاين شروق نيوز وكاين الشروق العامة، وهادو هما زوج فرق اللي يكونوا حاضرين معنا اليوم. نبدا على دروات، نبدا بالنجوم تاع الشروق العامة. أول واحد إنسان ما شاء الله جميل، يعرف ينشط ويدخل البيوت الجزائرية بقوة، شيء جميل أنك يكون عندك في قائد الفرقة لطفي عاشوري. المنشط الثاني راهو جاي 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 في وقت قصير، دار اسم كبير، ينشط مليح، يمثل مليح ويحبوه كامل، ما يكون هذا غير انس الله. الشيء اللي يعجبني في المنشط الثالث، يهدر مليح، لا باقة
أناقة رشاقة ولد فاميليا ويحبوا الجزائريين. الحاجة المليحة كي يوقفوا قدامنا حنا نروحوا لأنه حطا بزاف. عطوا الصفيقة لصالح. أخي الكريم والمحترم والجميل لطفي اليوم كابتن الشروق العام أخويا، وش راك حبيبي؟ لاباس أنت عمار؟ لاباس صحة، ما تخاف. تحية كبيرة لكامل مشاهدي قناة الشروق، تحية للبيبليك الهايل. راك قاعد تحسب في الصور. لا مش نحسب في انس خويا العزيز الجميل فيك، تمثل مليح مسرح، انيماتور في ليسواري، انيماتور في التلفزيون. ثالث الجمال قديتو صلاح الدين، ايضا انت من الفرقه تاع صباح الشروق. صح، عندك واحد اللباقه في التنشيط. الله يحفظك. عندك واحد اللباقه في ايصال المعلومه. الله يخليك. شيء جميل. المهم راح نهضروا من بعد على الجمعية الخيرية اللي راح نربحوها. نعم. أنا على بالي باللي لي كوت راح يديروا حالة لما تجوز هذه ليميسيون في الإنترنت. كي نغلطوا. سيرتو. كي تطيحوا في الماء. أنا مادا بيا سنتيم ما يخص. لطفي راح نلعبوا. الجواب الصحيح روحوا كاع بالدراهم. أوكي. ماشي أقسموا باش ما نخسروش. خير بيان. سيبون. نكونوا متأكدين. إكزاكت. يلا. هيا. كندا نجوم الشروق العامة نروحوا للشروق نيوز. منين راح نبدا ومنين راح نكمل؟ منين راح نبدا منين راح نكمل؟ انسان صغير، معلومات كبيره، جورناليست وصحفي كبير، بصح لما تتلاقاه برا تشوف البساطه تاعو تقول امبوسيبل هذا اللي نشوفه في التلفزيون، هذا ما يكون غير رقم واحد بلال جبار. كاين ناس في حياتنا نعتز بالصداقة تاعهم ويكون القدوة تاعك، يكون في وقت من الأوقات القدوة تاعك ومن بعد يولي صاحبك. من بعد ما كان صاحب الوالد تاعي، الحاجة المليحة فيه أحوال جوية، بيئة، منشط، ما كاش واحد من الشعب الجزائري ما يحبوش. لو نيميرو أن تاع الأحوال الجوية في الجزائر شيخ فرحان. الانسان اللي راح يدخل دوكا نحشم منه عليه اخلاق كبيره، نحشم منه عليه مستوى ثقافي كبير، نحشم منه عليه صحفي كبير، نحشم منه عليه. احنا كل واحد فينا لما بدينا في هذه المهنه كان واحد القدوه تاعو، كل واحد باش يكون تاثر. هذا ما يكون غير عمر المايسترو عمر ميلايني. لما ندير الجاز دير معايا تشوف في بليك تاعي واحد. عمر ميلايني نعاودوها فورا. مرحبا بكم كامل النجوم تاع شروق نيوز والشروق العامه. هي احنا دار واحده، احنا دار واحده، ونقول لكم مرحبا بكم كل مره. بلال عمر
اولا نشكرك عمار ونشكر قناه الشروق تي في قناه العائله على هذه الاستضافه. شيخ فرحات يا سلام، انت صاحبي ما عندي ما راح نهضر معاك، واش راح نقول لك زعما؟ انت يا الجمعيات الخيريه الامور البيئه مرحبا بك اليوم. الله يسلمك. انت درت لي مشكل كبير في حياتي. اشكال عظيم درتو لي في حياتي. علاه عمار؟ خطره كنت مريح في الدار، جا المريح معايا اللي هو الوالد. درنا الطك. انا نشوفو في عمر. او يهضر قدامنا مليها. اما موضوعنا باش دير لي جلال. نوض 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 شوف الناس نوض نوض. انا ما حنقول لك والو. يا الاستاذ جلال. اروح. ريح تما. اها. ما فهمناش عليها. ماتش مبيع. انا دائما اقول فوالا دور دور المايسترو دير بريزونطاسيون. المايسترو في العالم يدير ظهره للجمهور لتقديم مقاطع موسيقيه. صح. عمار مايسترو حقيقي لا يدير ظهره للجمهور. تحيه لي عمار. قلت لك اربح. قلت لك اربح خلاص. 1 2 3 فيفا لا سيري. بارك الله. البرنامج كيما على بالكم شفتوه، واليوم عندنا جمعيه خيريه وافعلوا الخير اللي تاسست من 2012 وهي تنشط وتعاون في الناس المعوزين والناس اللي ما عندهمش، وكيما تطورت الى الشروق الخيريه اذا مانيش غلط. جمعيه الشروق الخيريه. جمعيه الشروق الخيريه اللي يلزم نلعبوا اليوم بلال باش نربحوهم سواء انتوما ولا هما اللي يلزم. فقط باش يعرف الجمهور انه الشروق الخيريه الجمعيه وكذلك برنامج وفعلوا الخير اللي انطلق في 2012 وكان لبنه الحقيقيه باش تحول المساعدات من مساعدات بسيطه للفقراء او المحتاجين الى مشاريع والى مساعدات عندها بعد وعندها شموليه. ما شاء الله فعلوا الخير. شيخ فرحات كانت كما يقول لك بلا ما كم الانسان ما يمد يده ولا باش تفكر لنا باش تحلى دينيتي تاعو. صح. الشروق الخيريه اللي تروح ليه باش تسطرو. عمر نتحدث عن برنامج، اول برنامج في الجزائر هو وفعلوا الخير. اول برنامج في الجزائر. الجزائر يعني أيوة. لمساعده الفقراء والمساكين. طبعا تحيه الى كل الفقراء في العالم، في الجزائر وفي العالم. لما نتحدث عن جمعية الشروق الخيرية نتحدث عن الكثير من الآبار، نتحدث عن مشاريع صغيرة في المساعدة تحولت إلى مشاريع كبيرة في المساعدة، الجزائريون يتضامنون فيها. عمار اسمح لي فقط لطفي، لأنه قال شيء مهم عمار أنه هذا البرنامج هذا تحول إلى استثمار كبير في البلاد، كبير لهذا الفقراء ولهذا المحتاجين، وكلنا فقراء لله وكلنا محتاجين لخير الله كما يقول. لطفي يعني مثل هذه الاعمال الخيريه ما راحش نضيف كثير على ما واش قال الزملاء، الكل يعلم ان المؤسسه العريقه وفعلوا الخير تحولت الى صدقه جاريه. يعني الاعمال الخيريه اللي صارت تسمدها تبحث روح خويا روح من خلالها عن المردود على المدى البعيد. صح. حفروا اكثر من 150 بئر في مدار سنتين. الله يبارك. ان شاء الله. يعني ما شاء الله عليهم. واقف عليها الحاج رشيد فضيل، تحيه كبيره ليه، والاستاذ فيزازي، وترحموا على روح الله يرحمه برحمه الله الفضيل اللي كان واقف على ادق تفاصيل هذه الاعمال الخيريه. انس انا نقول باللي الفريق العمل تاع وافعلوا الخير ما عندهاش حدود يعني للافكار ولا للتضحيات، وان شاء الله باذن الله راهم واعدين موسم 12، الموسم 12 باذن الله. باذن الله. صلاح الدين. عمار في حديث النبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: ولد يدعو له، ولد صالح يدعو له، عمل علم ينتفع به،
او صدقه جاريه. صدقه جاريه المشروع اللي نتكلموا عليه وما كاش احسن من صدقه تاع الماء. صح 150 بيره رانا نهضروا يا ناس. جميل الصدقه الجاريه. صح كي نقولوا صدقه جاريه هو مشروع كامل. رانا نتكلموا اليوم على اكثر من 1000 نخله تغرست في طولقه ببسكرة. رانا نتكلموا على مدارس قرانيه. وشن هي اجمل حاجه انه ندرسوا ابنائنا ونغرسوا فيهم المبادئ الاسلاميه ديالنا في مختلف مناطق الوطن. الجميل كذلك انه في حملات تاع تشجير عبر مختلف مناطق الوطن. هذا شيء جميل. سبعه لي زانيماتور الله يجعل خير اليوم كاش ولا سبلاش حبينا نساهموا اليوم يا ولو كان بشويه بالفعل الخير. يلزم واحد فيكم يربح اوكي نساهموا بفعل الخير بصح برنامج عالمي. ما نقدرش نبدل القوانين ما نقدرش نبدل لي ريبونس. شكون سقسك على هذيك؟ سقسيتوني كاع. ودار 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 ودار. ابار بلال. بلال. ابار بلال ما سقسانيش. بلال ما سقسانيش. القرعه في الكواليس اصفرت انه لطفي عيشوني وانس وصلاح الدين هما اللي راح نطرحوا عليهم السؤال الاول. واجدين؟ واجدين ليكيب؟ واجدين واجدين وعلى الله. ابعد. يا ودي على السؤال الأول للمرحلة الأولى لفريق لطفي يقول السؤال يقول من هي أول رياضية جزائرية تحصلت على ميدالية في الألعاب الأولمبية؟ من هي أول رياضية جزائرية تحصلت على ميدالية في الألعاب الأولمبية؟ الاحتمال الأول حاسبة بالمرقة. الاحتمال الثاني نوريا بنيدة مراح. الاحتمال الثالث سوريا حداد. الاحتمال الرابع كاميليا حاج سعيد. طوب كرونو. من هي اول رياضيه جزائريه تحصلت على الميداليه في الالعاب الاولمبيه؟ حاسبه بالمرقه نوريا بنيدة مراح سوريا حداد والاحتمال الرابع كاميليا حاج سعيد. آه يا قلبي كم راني متمني أنس يتشمخ. آه يا قلبي كم راني متمني لطفي عيشوني في الماء. لأنه أكثر. آه يا قلبي كيفاش راني متمني صلاح الدين يتشمخ. ياك لا لا أهل. ما بقاش الوقت. خمو مليح ما بقاش الوقت. لدو دي الكترة. تقدروا تروحوا من السؤال الأول. أيا. روح. أنت كترة لدو. خمو مليح. أيا أنت اسمع بطيئة. صحيح بحال مازال لك. ما بقاش الوقت خلينا نروح للدو خلينا نروح للدو. لا 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 روح للطروة. هيا 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 انس قاعد دو قاعد دو قاعد دو ما تخافوش في السؤال على بالك عمار فيها فخ. سؤال فيه فخ. معليش المخرج راوي عيط ودني ودني وجعتني ودني. صالح تكلمنا عليك زعما كنت دير سبور يا خويا قدامي يرحم والديك. فيها فخ على بالي بلي فيها فخ. هاك شد شويه هاك نزيدها شويه دراهم معليش ماني نسير من هاد. لا 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 دور القدام دور القدام واحد ما يشوف فيا. علاش نورية بنيدة مراح؟ صالح نقول لك على لانه من الاول شكينا في حاسبه ابو المرقه باسكو الاكثر شهره واللي شفوا انها اقدمهم. صح ولكن المشاركه حبس 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 واش قلت لي؟ الاشهر والاقدمهم خلينا نقولوا. عاود لي الكلمه اللي قلتها. اقدمهم. عاودها. اقدمهم هي حسيبه ابو المرقه ولكن اغلب التتويجات تاعها والمشاركات تاعها كانت في بطولات عالميه. ان شاء الله الوالد تاعي ما يزعفش. وانا راني شاك بين نوريا وسوريا لانه كاميليا صح مؤخرا صح. وعلى بالي باللي الميداليه الاولى الجزائريه كانت في العاب سيدني في سنه 2000. صح ياك صح. نفكرك في حاجه تفضل. شفا او يشفا شيخ فرحات عمر وبلال شفنا اللي كنا نريحوا مول الخبارة تاع 8 ونستناو نور الدين مرسلي يجري وحاسبه ابو المرقه وخرجنا ديفيلينا وي حاسبه ابو المرقه تما واش مي داير حصلت على الميداليه ولكن مش الميداليه لطفي ولكن الميداليه الذهبيه تاع واش الالعاب الاولمبيه ما نظنش خدام امينه الونيسي لطفي عندك الاجابه ورحت مع صالح علاه بالك سي بارابور كي كان جورناليست سبورتيف درت فيه ثقه درت فيه ثقه انا دخل لي الوسواس وخلاني نشك لا ريبونس انا كنت متاكد باللي حاسب ابو المرقه ولكن معاك في صباح الشروق يعني درت فيه ثقه باش تحطوها عبره ما تحطوا لي ثقه في اي واحد سمحوا لي وخلاص واش حنقول لك
أرى نحسب نحسب ما تخاصر شرباني خاسر 300 مليون اوتوماتيكمون حط دراهم 200 مليون سنتيم على نوريه بنيدة مراح. انس الحاجه اللي قتلتني فيك جايب قمجه بيضاء وسروال كحل وباسكت بيضاء تحسب راك رايح العرس. هذه انا ما هذه ما تهمنيش على بال شي يهمني. الا كان يا جماعه ماكم السير وما نقصوا شويه هذا غادي يروحوا خير وما خليني نخلي لهم كاش 100 ولا والله ما تهمني. ما نقدرش لانه برنامج عالمي. لطفي من الاخر عمي تو ها قضي الامر. الحمد لله يا ربي. البي رقم 3 تنفتح. حبيت نعرف المخرج تاعنا قال لي لي زانيماتور تاعك اليوم راح نتهلا فيهم. انا مادا بيا البي رقم 4 اذا الاجابه غلطه افتح لنا البي. يرحم والدي افتح لنا البي رقم 4 اذا الاجابه غلطه. غلطه. اذا الاجابه غلطه افتحوا لنا البي رقم 4. البير رقم 4 اذا غلط افتحوا لنا يا حاتم. زيد نفتح نزيد نحلك يا اروع واجمل واحلى مخرج افتح لي البير رقم 4. قيس 10 قيس 10 اعطوني تليفوني خليني نصور. أولي أولي هما قاسونا عشرة. أيوة 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 أروح 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 دور 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 أولي أولي Allez, un peu de sérieux, un peu de sérieux, un peu de sérieux. Wow. Allah, la terre est Allah, comment tu as l'émission à l'Bakari? Je ne sais pas. Je vais l'amour. Anas. Hapat Arask, Anas. Hapat Arask. Hapat. Yitik, Sayer Yitik, Anas. T'as l'air de l'Arak, Anas. Ben, Roman, Moutouakaf. Moutouakaf. Sayer Yitik. Anas, Moutouakaf. متوقف أنس أمان متوقف متوقف زير يدك تخس يدك تخس يدك 300 مليون سنتيم على نلعبوا عليها الجمعية الخيرية في كاش ولا سبلاش. في قناة الشروق اسكو في يوم من الايام كنتوا تتسناوا لطفي وصالح يخرجوا لكم بلي سورتي تبع. اسمع نعم انت فهمني كيفاش خدم جورناليست سبورتي حاسي باب المرقه 92 اتلانتا في اتلانتا سي ام بياج حسيتو فخ ولا غير حسيتو فخ انا على بالك موريا بيني دام راه هنا وهنا في في سيدني ركبوا فوق ديكابو طابلو دارو فوالا هذيك شفت لها مليح كنت متاكد انا الغشاء درتها انا البرنامج تبعته كامل البرنامج ما فيها ثقه. اليوم برك ما باليش كيفاش خفات لي. لا لا ماشي خفات لك حنايا يعني لو ستريس والخوف فوالا هذا هو ستريس خلاني نوقف مع صلاح وما نوقفش وين علاش حتىها السؤال تاعكم بلال خويا يا جماعه بقوا على خير ارواح ارواح بلال شيخ فرحات عمر عمر والله نحشم منك ربي يحفظك ان شاء الله نحشم منك ما نقدرش انا كي امين الونيسي واش راح نديروا معاك انت هيا السؤال الاول لفريق المايسترو والرائع بلال كباشي يقول من هؤلاء الكتاب تحصل
على جائزة سلام سنة 2000. عمار صادق، من من هؤلاء الكتاب تحصل على جائزة سلام عام 2000؟ احتمال أول أحلام مستغاني، احتمال ثاني واسيني الأعرج، احتمال ثالث آسيا جبال، احتمال رابع يمينة بشير شويخ. طوب كرونو. بشير شويخ، والله أرجاك طوب يا حبيبي. من من هؤلاء الكتاب تحصل على جائزة السلام عام 2000؟ أحلام مستغانمي، وسيني الأعرج، آسيا جبار، يمينة بشير شويح، بلال، بيلي. ما بقى لناش الوقت 30 سكوند. بيلي يا شيخ فرحات، ما راناش في فاكونس. هاي هاي ارفد 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 ارفد. هاي 25 سكوند. روح روح انا نعاونك شيخ فرحات. روح 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 روح. هاي 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 وين راح تخير؟ هاي 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 وين؟ ما بقاليش الوقت 10 ثواني. آسيا جبار، لا لا آسيا جبار، آسيا جبار، اطلع 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 شيخ فرحات، جبار آسيا جبار. اي يا 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 وش راك دير بلال؟ اي يا 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 عمر ريسكيت ب 500 مليون سنتيم، 500 مليون سنتيم على آسيا جبار. وانا اوطون كو انيماتور تيلي اي راديو حسيتك بلي ماركش متاكد. بكل صراحه يا صديقي العزيز والمحترم، اسكو راك متاكد ولا لا؟ لا بكل صراحه. الاحتمال الاول احلام استغالمي ليست هي، وسين الاعرج ايضا، يمينة شويخ بشير هي مخرجه اكثر، آسيا جبار كاتبه باللغه الفرنسيه، اعتقد انها تحصلت على جائزه السلام سنه 2000. يا بلال يا بلال يا بلال، صح انت صاحبي وعشره فيتا 10 سنين، بصح واش راح ندير لك يا بلال؟ منين راح نبدا منين راح نكمل؟ انا راح نقول لك زوج كلايم برك كوريسكيت على آسيا جبار انت وعمر ميلاين. شيخ فرحات تفضل. بلال احلام استغانمي استبعاد 100%، وسيني الاعرج كذلك استبعاد 100%. علاه؟ كنا ما كناش متفقين على آسيا جبار ويا يمينة بشير، ولكن في الاخير اتفقنا على آسيا جبار، لانه آسيا جبار اللي كان عندنا احتمال تاع 99% انه آسيا جبار. شيخ فرحات انا حسب لي عباك تالمون صوتيت وبديرها لك تالمون صوتيت نوادرك درتهم انا. سي عمر اه عطيتو، شوف اذا درناها جاست عارف بين الحاله ماهيش مليح، عطيني لي لونات. اوه صح اخويا الشابو تاع به ولا تخليه؟ الا القبعه، لان القبعه هديه من صديقه من فلسطين، فلا اتمنى ان تسقط القبعه. اعطيني قبعه معك. بخاطر فلسطين برك هي. اعطوني تفيها كبيره على فلسطين. آسيا جبار، آسيا جبار، آسيا جبار، آسيا جبار، آسيا جبار. اغلق يديك عمر، اغلق يديك نوض خيس راحك. $500 مليون على بوليا في كاش ولا سبلاش. عمر عمر اروح، خلي خلي اروح اروح، ازرب 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 بلي فور. اولي
قلت لك باللي احنا ما نحتاجوش المعاونه كاع ايتك. راك شاد في كلامك. اه راك شاد في كلامك. شاد في كلامي. سير ماشي سير. هيا نلعبوا على 800 مليون سنتيم. 800 مليون سنتيم. زيروا رواحكم، هاد لاصوم ان شاء الله تروح لجمعيه الشروق الخيريه وفعلوا الخير للاطفال المعوزين ان شاء الله. لطفي السؤال الثاني لفريق الشروق العامه. لطفي يقول: اين تم تصوير فيلم كارنفال في دشرة؟ اين تم تصوير فيلم كارنفال في دشرة؟ سؤال بياج خمو مليح. الاحتمال الاول واتسوف، احتمال ثاني بسكرة، احتمال ثالث بوسعادة، الاحتمال الرابع ورقلة. واتسوف بسكرة بوسعادة ورقلة. طوب كرونو. خلاص خلاص خليها انت تهضر براسك. واتسوف بسكرة بوسعادة ورقلة. اين تم تصوير كارنفال في دشرة؟ خلي الممثل اللي وينك رايح؟ قول لي وينك رايح؟ ما نروحش. وينك رايح؟ الجواب الثاني بسكرة. هيا روح. لأنه بوسعادة جوبونس كلونديستا هي اللي خويا ما بقاش الوقت 30 سكوند. هيا ليكيب هيا. أعطيني شوية. أدي. خليو لهم شوية. هيا اكتيف يزرب بزرب بزرب. الجواب الثاني بسكرة هنا. بوسعادة سي كلونديستا. هادي رواح. تاكسين مخفي. أعطوني شوية. مازال عندكم الوقت. مازال تقدروا تبدلوا. مازال تقدروا. خموا مليح. بسكرة بسكرة. ما فهمتش انس اسكو حاب يسي تجربة. دورو 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 القدام. هذا تسي تجربة. تاع انس وركس اوتون كو ميتناجو. ولا حبيت شمخ كيما صالح ولطفي. خويا 300 مليون سنتيم. انت تو ان اكتور. عادي انا عطيت شو مقطع تاع سي بنونه. دور دور دور. عطي لي مقطع تاع سي بنونه. دبر راسك. لازم تفهم مليح سي عمار. لازم تفهم مليح الجواب الثاني. والفيلم انا درناه في بسكره. أنا نهار اللي انضميت للشروق لو كان قالوا لي بلاه يجيبوا لطفي وصالح وأنس وحبيبي عمار وشيخ فرحات وبلال نقول لهم نو. قولوا لي علاه. علاه؟ باسكو فات الحصة بسيط بيكم. بسيط بيكم. 300 مليون سنتيم. بسكرة بسكرة. لطفي راني نحس باللي ستريس راه عالي بزاف عليك. المرة الأولى نحس واش كانوا يحسوا المشاركين معك. حياتك كامل تجربة في التلفزيون ماشي كيما اليوم. محترف بأتم على الكلمة أنا نسينيها. أنت إنسان بروفيسيونيل. نحس فيك اللي خرجت من الماتش. ألور كو نشط حفلات كبيرة، درت حصص كبار، بصح اليوم أنا نشوف فيك خرجت من المود كاع. علاه؟ علاه؟ فهمني لطفي. دار عليا على خاطر قول لي لطفي احكي لي نسمع. انا اليوم مانيش خاسر باسكو على بالي كاين ليكيب تاع شروق نيوز. مام اذا انسحبنا تبقى شروق نيوز هما اللي يمثلونا والرابح هي الجمعيه. قال لك كاين تقول لطفي راني معاك بصح انا مادا بيا راك معايا يدخل في بلاصتك اغرق معايا. اي 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 ربي ربي. على على باش تشوف اللي انا المخرج ما يتعاشرش ما يحبنيش ما يحبنيش. ها يا خويا علاش راح تمسح له راح تشمخ؟ غتني والله غير غتني. صالح انا اهدر. أنا حاسس بالشيخ فرحات كيفاش كان. مش
الاولاد ان بو سيريو راح تتشمخوا قضي الامر. يس 300 مليون سنتيم انا لعبوها على كامل الناس اللي ما عندهاش. الشروق الخيريه فعلوا الخير في كاش ولا سبلاش. على بالك بلي ما عرفتهاش. النيميرو تاعي فاسي وانا من عندي الخدمه هذه غير حبسها مزيه. انت دير لي وان مان شو قدام جوستومون. عندك وان مان شو نورمالمون؟ عندي. اللي هو عندي دو، عندي واحد مونودرام سموه عساس الريح والدوزيام وان مان شو سموه افونتور المغامره. عطاو لي معلومه، شاركت في جورنال غوستو قهوه الغوستو. شكرا. في عملك قهوة كنت صغير؟ كنت صغير. كنت صغير كيف 2012. الله يبارك خويا، الله يبارك يا خويا. بون كوراج انس خوك وهنا. الله يحفظك على بالي. شكرا راسك وحبيبي وخويا. سؤال ثاني بيلي يقول، السؤال يقول ركز عمر شيخ فرحان. طب من هو اللاعب الوحيد الذي توج بكأس الجمهورية لثلاث مرات متتالية؟ من هو اللاعب الوحيد الذي توج بكأس الجمهورية لثلاث مرات متتالية؟ احتمال الأول ميلود عيبود، الاحتمال الثاني محي الدين المفتاح، الاحتمال الثالث حسن الماس، الاحتمال الرابع اسماعيل الشاوي. توب كرونو. صلاح ما عندكش الحق قاع تهضر، الفار يشوف. ميلود عيبود جوار تاع جياسكا، محي الدين المفتاح تاع جياسكا وليسما، حسن الماس تاع سي ار بي، اسماعيل الشاوي تاع شلف مولوديا وبزاف امور. صلاح ما عندكش الحق تهضر. روح خويا روح 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 روح. دقيقة وينكم رايحين كاع؟ وينكم رايحين؟ ما هذا يا هذا؟ إن للصبر. ما هذا يا هذا؟ شيخ فرحان هاد لا ريبونس ما تريبوندي عليها. حبيت نقول لكم حاجه، على بالكم كاين واحد السحاب، كاين واحد السحابه واسمها شيخ فرحات كيميلولامبوس كابيلاتوس. كيميلولامبوس كابيلاتوس. حبس نعاودو. كاين واحد السحابه سي عمر ميلاني بالك ما على بالكش. كيميلولامبوس كوكوتوس. عاودها لي. Cumulolambus capillatus. Cumulolambus capillatus. Capillatus. Voilà les choux anes. Capillatus, pilatus. راح نطيحوا فيه واقيل. احكي لي هاد السحابه واش دير يا شيخ فرحان؟ هذه هي اللي دير الرعده ودير البرق ودير التبرولي اللي تفتل التبرولي هذاك اللي يطيح لاكرال، وهي اللي تقدر تمد امطار غزيره وتقدر دير فيضانات. ونصيبوها خاصة في الكليما تروبيكال، حتى عندنا في المغرب العربي تونس الجزائر وأيضا عدة دول أخرى. أعطوا لي تصفيقة على الموسوعة تاع الشروق. الله شيخ فرحان. إسماعيل الشاوي لاعب يلعب سونترال، لعب في بارادو، لعب لي بوجور تاعو في مولودية العاصمة، لعب في جمعية شلف، هو خريج جمعية شلف، ماهوش كبير بزاف. ولي اللور ولي اللور.
صلاح. نعم. قالوا لك الفار او حكموك، قال لك راح تقصى، حكمك الفار راح نخرجوك. اهل لعبوا 3-2. والله نحشم كي نجي عندك. قسما بالله انا قسمت لك ربي وانا التلفزيون. سبعه 160 مليون، عندي 160 مليون سنتيم على حسن الالماس. اوتوماتيكمون بقاو لي 340 مليون سنتيم على اسماعيل الشاوي، 340 مليون على اسماعيل الشاوي. عطولي تصفيق على بلادنا فلسطين. عطيني نواد سي عمر امينه، الله لا تربحك تلحقيني للسيد هكا. واعرف اني ساسقط. بصح اللي يسقط اسمع، قال لك قال لك عفاك واش يقولوا بالعاميه خويا شوف فرحات. انا سعيد. لا لا عفاك واش يقولوا بالعاميه اللي انا ومن بعد انت ترجمها. صح. قال لك اللي يطيح البروبليم ماشي كي يطيح، قال لك الرجال واش يقولوا كي يطيح، ما تمدليش يدك باش ترفدني، كي نطيح شوف الرجال كيفاش تنوض وحدها. ما شاء الله. عمار والله يا عمار والله يا ميلايني عمار، وقسما بالله لا اله الا هو يا عمار، غير انت القدوه تاعنا. شكرا. اعرف اني سادخل هذا البئر، اعرف اني سادخل هذا البئر. تعرف لماذا؟ لماذا؟ لاني انا لما جاني الاتصال كنت في قريه، القريه تاعي حي شيء بذراع يسمى يلقب بالحاسي. ساعود الى البئر، انا ان سقطت ساذهب الى بئري الى قريتي، وانا استعد للسقوط. العوده الى الاصل فضيله، العوده الى الاصل فضيله. حي شيء بذراع ملقب بالحاسي سيدي محمد بن علي. تحياتنا لناس غيليزان، وتحياتنا لناس بسكره، وتحياتنا لناس شلف كامل قطر الوطني. وتحية كبيرة للمايسترو عمر ميلايني. قضي الأمر بلال، ينسلكوا 340 مليون، ينروحوا للدار وخلاص. بالك شيخ فرحات بلال زين روحك. بالك شيخ فرحات. شيخ فرحات انا حاضرين في كاش ولاس بلاس. تحياتي لعمر ميلايني. بلال راك وسلكتو 340 مليون سنتيم. هيا نروحو مباشرة للسي لطفي أنس وصلاح الدين. لطفي زير روحك. السؤال الثالث تاعكم يقول: في أي منطقة يقع قصر أجاهيل؟ في أي منطقة يقع قصر أجاهيل؟ شيخ فرحات ما دخلش روحك عمر سيرتو انت. الاحتمال الاول عين صالح، الاحتمال الثاني الجلفه، الاحتمال الثالث الغوات، الاحتمال الرابع
جانيت توب كرونو. نو 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 صح. في اي منطقه يقع قصر الجاهيل؟ عين صالح، الجلفة، لغوات. انا يا عين صالح يا جانيت، واغلب الظن جانيت. كيف كيف جماعه؟ ها كيف؟ والاحتمال الرابع، الواحد فينا يوقف على الواحد الرابع. الرابع اوقف عند الرابع، هار عليه. عين صالح، الجلفة، لغوات، الاحتمال الرابع امينة جانيت. عين صالح، الجلفة، لغوات، افتلت جانيت. هذا ما نعرفوش، راحت علينا يا جماعه، راحت علينا يا جماعة، راحت علينا. راك جاي لا غير ما راه سير، ما راه لا لا عين صالح ما راه في الشك ثاني. لطفي سيرو تقصى، يا 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 لطفي لطفي انزلب. علاش علاش تعاديني يا عمري وتعاديني يا الأكيد والمؤكد زوج حتى الثلاثة راح يطيحوا في البير. سي صالح أنا هو خيار استراتيجي لأنه كنا في الفريق تاعنا ما بين عين صالح جانت والغوات، فخيرنا أنه كل واحد تعرف الأغنية هذيك تاع يا صالح أعرفها. هبلوني بها يا صالح ويانا الأسمر مقروني. روح أنس يا صالح ويانا الأسمر مقروني وراح تكشف غادي يقحوم اليوم رانا عايمين عايمين. وجدوا لي الأغنية تاع صالح. أنا 100 مليون سنتيم، 100 مليون سنتيم على واش خيرت صالح؟ جانيت. جانيت علاش جانيت صالح؟ قلت لك هو خيار استراتيجي في الفريق ديالنا. كنا شويه تلفتنا ما بين عين صالح الغواط ولا جانيت، فخيرنا انه كل واحد وين يروح. لطفي انت الكابيتان ديكيب، الحاجه ما تدورش ما تدورش، روح ليا تما ريح تما ريح تما، دور دور لطفي. الحاجه المليحه انه كي جبت معك صالح باسكو يجري لك في الحاله. حبيبنا جبتو ضارب قمجة بيضة وسروال كحل وباسكت كحلة، تحسب راهي يتعشى فيه عز. معليش نقلعها؟ خليها خليها. حطها غير هنا. ها؟ لا باسكت نقلعها. وش بيها؟ نقلعها باش ما تشمخليش. حبيت نحي باسكت باش تشمخ؟ باش ما تشمخ. لا لا أنا راني حاب تتشمخ. باسكت؟ أنت هابط هابط. هاي. 100. 100 مليون سنتيم. هابط 100 مليون خايف لي على باسكيطة. يا باش نروح للدار هذا مكان. اي 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 راح نخسروا بزاف دراهم يا لطفي، يعيشوني يا متألق. الله الله 100 مليون سنتيم على عين صالح. رايك علاش بدلت والله دانيال مينوت لطفي؟ قل لي. ليكيب تاعي كنا شاكين شويه بين عين صالح وجانيت، ما حبيناش نغامروا بالدراهم كامل دونك توزعنا. حبيت نطرح لك سؤال خارج المجال، اسكو نقدر نشوف لطفي عيشوني في برنامج واحد اخر ابار صباح الشروق؟ بالك ان شاء الله كرينو بالك واحد اخر كاين ان شاء الله راح يكون مشروع ان شاء الله خويا، ونتمنى لك حد موفق لانك متالق صديقي. قال خير هذا ما يمنعش قال خير باللي راح تطيح في البيت. المخرج دو مونديلي تاع العريس الجديد يا صالح يا الزين يا عيني نطير راح تعوم راح تعوم. قضي الامر. الماء بارد بارد الماء. بعثناه مسكين.
دور 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 قدام واحد ما يشوف. قضي الامر على الله على الله. دور قدام انس هبط راسك قلبي هبط راسك صالح هبط راسك يتفكر الوطن والهلال سير يديك غني غني. شوفوا يا ناس الدنيا بالتالة راح نعوم اخطيت وطني وتحيط صوالي ربي سيد دور انس راني داير راني داير كمل واو جوزوا لي الغنية تاع صالح اشطح تم اشطح جوز اشطح تم قضي الأمر عمي صالح زير روحك صالح زير روحك صالح صالح زير روحك استرست الباك مليون سنتيم. مازلنا معكم فريق الشروق العامة مازالوا حاضر معنا في كاش والأسبان. عمار لطفي كان غير تخلي والدك ورجع بشيه يهبط والله المهم انتني بالضحك هيا انتني بالضحك ربع عمية خلاص معلش خليك صاحبك صاحبك شروق شروق وخليه في السياسة خيرا في وجهي صاحبك ربع عمية وربعين مليون سنتيم هنلعبوا عليها من أجل الجمعية الخيرية وافعلوا الخير الجمعيه الخيريه اللي هي الشروق الخيريه. السؤال الثالث تاعكم يقول عندكم 340 مليون. السؤال يقول المسلسل الدرامي البدره في اي سنه عرض؟ المسلسل الدرامي البدره في اي سنه عرض؟ الاحتمال الاول 2005، الاحتمال الثاني 2006، الاحتمال الثالث 2007، الاحتمال الرابع 2008. طوب كرونو البدرة 2005 2006 2007 2008. قالوا لك تزيد تهدر تخرج أبه 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 2005 2006 2007 2008. خمم مليح بلال عمار خمم شيخ فرحات أنا خمم والله غير اني حاب نعاونك يا فرحات بصح الله غالب على رياليزاتور مسموم ما عندي ما ندير خويا غير ما تبعنيش باسكو يقصد تبعك لا 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 ريح تم 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 ريح وكاع كيما راك ريح حبيت تطبع لي 20 مليون جاي دراهمي جاي دراهمي هاي تاعي هذيك تاعي لا لا إذا أنا حيت لك القبعة ايش دو صورتي دو أنا أرفع القبعة لكم دائما دقيقة سي عمر شوف خوك واش يدير بيبليك اولي واش دور واحنا نعاودو والله عجبتني اني نحس روحي اكتور كبير ونحس روحي عمر ميلايني شغلاني في الحصه تاعو بلال اقطع النفس وانا ارفع اليكم القبعه اولي بلال اغلق ضيفك
اه يا بلال اه اغلق ليفك بلال اه يا بلال يا استاذي يا محترم 90 مليون سنتيم على 2005 شحال عندي؟ مارسة 30 مليون سنتيم على 2006 يا شيخ فرحات ياك انت صاحبي وخويا وتخدم في ليميسيون ديالي وتخدم معايا في لاراديو واش جابك يرحم والديك تبع في هذا المهابل والله واش جابك لو كان نفتح البير جلالي حاوزني يقول لي ما تزيدش تجي عندي للدار واش دانيك اي 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 مية 220 مليون سنتيم على 2007 هذا قاعد تبعتني بقلبك انت خليها على الخير تشوف انا شحال نحبك قول علاش نحبك وعلاش اوه يا ربي سيدي يا ويلي يا ويلي شوف سنطلع لك شويه المورا ابات وليد دحمان الله يرحمه شيخ فرحات يحب بزاف دحمان وي دحمان الحراش شكون ما يحبوش جاوبيني يا عاصمة بهجة في درب منصور يا ورسمك عنده قيمة راجع عندك مرسول جاوبيني يا عاصمة هذه سبيسيال لك المبدع المبدع بلال كباش راه شغل ستاتو راهو يخمم كيفاش يطيح يا بلال ولو انه بلال يطيح يطيح واقف واقف طاح واقف واحد ثلاثة الأكيد والمؤكد أنه سلكنا يا 90 مليون سنتيم سلكتني ولا ما سلكتش؟ صافا نواضر برك عليك حلو نواضر عمار نواضر على يدك حلو نواضر يا جلال خلي باش يشوف وين يطيح شوف لا بروجي اللي درت واش درت فيا عمار خلي له باش يشوف وين يطيح او لا لا او يعيط الجلال اك بسيط انا متعود شوف بلي انا نحبك ودرت لي راح دير لي مشكل مع لطفي وانس انا صالح الدين وراح دير لي مشكل مع لي رياليزاتور ومع لا برودكسيون اطلع اطلع ريح واقف هنا انت يا شيخي وقدرك عالي فوق راسي نطيح انا وما طيحش انت بارك الله بارك الله هديه سارفع لك القبعه يا عمر ميلايني الا بتسقط في البئر اولي اولي عمر قهوه عرق Thank you.
والله يا بلال، والله يا بلال، والله يا بلال يا كباش، الدخله تاعك بالكاب دو با تبقى للتاريخ. ولبس لي البينوار كارثه. تبقى للتاريخ. اي دير تصويره تذكاريه هكذا اضربوه على المايسترو. والمايسترو يدو مايسترو دير الشرب على بالك. انا لا بالي بلي الوزاره جاتك على قلبك صافا. ماشي انا، انا تا خويا، بصح انا لا بالي بلي الوزاره والسياسيين اللي استضفتهم وعصرتهم ام قاعد يضحكوا دوك. السؤال الرابع لطفي انس صلاح الدين، نعاود نقولوا باللي رانا نلعبوا على 320 مليون سنتيم، ماشي لينا، للاطفال المعوزه اللي ما عندهاش، بمبادره من قناه الشروق الرائده في هذه الامور. السؤال الرابع اللي يفصلكم قبل النصف النهائي يقول: ماذا يفصل بين ملعبي فريق ليفربول، فريقي ليفربول وإيفرتون؟ خلعني. ماذا يفصل بين ملعبي فريق ليفربول وإيفرتون؟ احتمال أول حديقة، احتمال ثاني نهر، احتمال ثالث مباني حكومية، احتمال رابع سلسلة متاجر. طوب كرونو. ماذا يفصل بين ملعبي فريقي ليفربول وإيفرتون؟ حديقة، نهر، مباني حكومية، سلسلة متاجر. أقسم أقسم، ما تريسكيش، ما تقصوش، أقسموا. أقسم أسمع ساعفني أقسم أقسم خذ رأيي أقسم. وين تروح؟ قول لي انت حديقه. انت سبوره صاحبي، قول لي انت حديقه ولا حديقه؟ سير مانيش عارف. نار 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 مانيش عارف. سير مانيش عارف. ما ديرليش الضغط، ما ديرليش لابريس. هاك 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 نهر اسمه نهر. زيد زيد يا هادي صاحبي. شحال هذيك؟ 10 10 والله ما فهمت علاش جيت انس. ها دور دور قدام دور. وين صالح؟ راك محيرني. شكون؟ والله غير راك محيرني يا صالح. انت كنت جورناليست سبورتيف ولا جورناليست على ايروبيك؟ ونزيد نقول لك عمار، انا من عشاق ليفربول. يفهم. الكلوب هذا هو اللي نحبه في الاوروب. وعلى بالي باللي الديربي ما بين ليفربول وايفرتون يسموه الميرسي سايد ديربي. من الميرسي سايد هذا ما باليش يدا النهر ولا حديقه ولا الحي كامل. ما دخلناش في حيط صالح خويا. النهر ولا حديقه؟ النهر. اروح للوسط. والله انا نورمالمون ما نديرش عليه. اسال ايه؟ انا نورمالمون ما نديرش عليه. والله لطفي لطفي دقيقة لطفي. اسمع ومن بعد ما تقولوليش انت، انا قلت لكم مانيش متاكد. ما نقولكش باللي انت بصح عندك شحال بقى. لا خويا دخل علي خويا. انت لا رياكسيون تاعك، لا رياكسيون تاعك كي قلنا لا كيسيون درت هكذا. فرح باسكو ايه جوستومون. وانا هذاك اللي ترهن على بالك. اي اي انس ما حش ندخلك في الحيط، حندخلك في الماء. روح راني نسمع. شد النفس تاعك. علاش رحت للحديقه؟ انا هذا السؤال هذا ما نفقه فيه والو. زعما الله يحينا مع الله، بنادم ما يكذبش. درت على صالح. لطفي اسمح لي. لا بشنو؟ اسمح لي وخلاص. ما تسمعش. عندك شحال باقي قول لي. اسمح لي وخلاص. نبيل عسلي اللي جاز باللاز في الشروق. شوف هي هي صلاح. كيفاش؟ نصيحة ما عند خوك. صباح الشروق يخرج علي. نحب السبور. ما تزيدش تبع فول. ما تزيد ليش؟ زادني 10 والله في الثقالي. ما تسددني على بالي بلي يمشي خاوي. كنت باين ب 10 والله والله ما نكذبش. كفاح لك ما تبعنيش. قلت لك ما تبعنيش. قلت لك ما تبعنيش. قلت لك ما تبعنيش. قلت لك ما تبعنيش. 20 مليون سنتيم أنس. على حديقة. لا خلاص خلاص 20 مليون سنتيم. وشنو؟ اسمح لي والله سيريو. والله ما تخلعني. إذا الكباش راهو متضامن معاكم وراهو زعفان وش راهو صاري فيك. قلت لك ما تبعنيش. شوف فيه واعرة واعرة. وأنت تلعب ليفربول. شنو؟ ليفربول تسقط.
80 من الاخر والله 80 مليون سنتيم على النهر. الحكايه اللي عطيتها لي فيها وعليها. اوكي فيها وعليها. اوكي بصح نصيحه مع عند خوك حبس بالون راك داير سكسي صباح شروق احسن ريح تم صحيت لطفي كابيتان ديكيب فاشل. انا كي نكون سير مبان بلي راني سير اكسير قبيله في تعب وسعاده تعب وسعاده في السكره سير سديتنا على راسنا راه خلاص انتوما خيرتو دوكا علاش قلت لك روح لها قلت لك روح لها وانا علاه راني واجد خويا الصغير دور شوف لي خويا الصغير واش داروا لك شي عقليه واش داروا لك صاحبي هيا لينا بالك روماركيتو كاع دار هكذا سي بون وكان سير وقالها لي في ودني قال لي ليفربول تاعي الاحتمالات هما اللي بحالك واش قالك واش قالك قال لك خويا ليفربول تاعي ايه واش قالك ليفربول تاعي تعاوداش ليفربول تاعي صلاح قضي الامر تشيز ورام صحابي اي 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 ليفربول تاعي خلعتني غادي تروح في صدره عن طويله خسوني خسوني والله على الله بيس شوف قدامي شوف لتحت وصوني زعما هذا مكان الماء بارد والله الماء بارد اجمع ربي سيدي مازال خويا تونا بس وي سلك 20 مليون سنتيم انس بيان سور مازلنا معاكم في المشروع الخيري سبيسيال كاش والاسفلاش عمار كاسير راح نتبركل اليوم لاقريب جيب لي تيزانة على بك الثقة الزائدة في النفس هي اللي هلكتك نقول لك لا كيسيون كي جات اسمع لي نعاود ندير لك ريبيتيسيون غير داروا ليفربول صلاح كان هكا ليفربول قاعد يدير نخلع بالك اروح لك انا كلش راكي قاعد صرا تشغل تحاسيب ابو المرقه غير لا كيسيون دار لهم هكذا هبطوا من التحت معليش 20 مليون سنتيم سلكها انس يعطيه الصحه اخر سؤال اسمعوا مليح راح يقدر يخليكم تروحوا ب 220 وتزيدوا ل 20 240 مليون سنتيم السؤال يقول ماذا يعني اسم ديسم سيل ماذا يعني اسم ديسم سيل الاحتمال الاول شروق الشمس الاحتمال الثاني غروب الشمس غروب الشمس الاحتمال الثالث غروب الشمس غروب الشمس الساطعة الاحتمال الرابع شمس الصبع بصح صبروا خليه يكمل طب كرونو خليه اعرفوها اعرفوها خليه يكمل هي صح نعاود نرجع نعاود نخرجوا فوالا عاود يخرج او تحسب خلاص خلاص هاي تحسب راهي تحسب تحسب احنا تبعناها صحيح ابك حيرتوني على بالكم يا ناس يا ناس شيخ روح تديرك مازال عندكم الوقت تقدر تقسم بينا معليش قعد هنا ما تخسروناش في الصوار غروب الشمس غروب الشمس راكو سور غروب الشمس اذا ما عرفناش منطقه بلادنا شابو شابو ونواضر شيخ فرهاتك تبع فيهم معروفة بفيالار شيخ فرهاد قالوا كتبها فيهم فيالار ها فيالار شيخ فرهاد وغابة المداد يا
بلال كباش ما عندي حتى أدنى شك فيك، بصح الثقافة الزايدة تاع اليوم خلعتني. اسم سيلت معناها غروب الشمس. السي عمر ميلايني، دائما أذكر في التعاليق لأبناء سمسيلت وأقول الملك أو الملكة من مدينة غروب الشمس في سمسيلت. دقيقة فقط، شكون الملكة؟ كثير ملك تعلق الكاش واحد، الملكة شكون؟ عمار شكون الملكة؟ كثير من الملكات في غروب الشمس. حذاري حذاري، صح فيه فخ كبير يا بلال. طلع الشيخ فرحات عمار. الشيخ فرحات طلع. الشيخ فرحات لا يسقط. طلع الدراهم ما يطلعوش. طلع طلع هذا الشيخ فرحات. طلعوا نامي يا بطش. الشيخ فرحات لا يسقط. طلع قضي الأمر. شروق الشمس، الشروق تشرق. شروق الشمس يا عمر، أجمل غروب في تسمسيلت. يا عمر نعود نأكد لك على شروق الشمس. بلال غروب الشمس. شيخ فرحات غروب الشمس. يا فطيمة يا فطيمة يا راكس يا فطيمة. دور الشيخ يعرف أحوال الجوية. قضي الأمر. دور وحده الشيخ يعرف الأحوال الجوية في تيسم شيرت. غروب الغروب الغروب. مبابي تام وي 240 مليون سنتيم. انا نلعبوا عليها في كاش ولا انا لو كان زعما نحسب دوك انا راني معاكم ماشي معاهم ياك. انا تابع لا برودكسيون ياك. ما تقولهاش نخافوا بصح ما تقولهاش حمدك ما تقولهاش. في النهايه عماره شروق تي في هما ربحوا انه برنامج كبير ضخم مثل هذا راح يجوز عندهم. الحمد لله بابا فهمتني. والله حنا شروق نيوز على الاقل شاركنا في هذا البرنامج وراح نعاونوا جمعيه. لا لا لي دو غاني يعرف يهضر يعرف يهضر تاع السياسه لطفي وش راك حاب. يعطيكم الصحه. الشيء الجميل فيكم انكم كنتوا على عفويتكم. لطفي طاح ثلاث مرات في البير، صلاح طاح مرتين في البير، انت طحت مره في البير. ماشي على جال باش تشوفوهم. صح نو صح داروا هذا الشيء باش يكونوا جزء صغير من فعل الخير للجمعيه افعال الخير. هاو حقكم. واستثناء أنا اليوم فيكو راكو حاضرين معانا وكما قلت ست نجوم بسم الله ما شاء الله، ما لقيت خسرتوا راح تكملوا وتريحوا معانا نهاية الحصة. الله يخليك. وشنو كاين حاجة حافظ وليكيب قال لي اللي نشوفه في الفار هدر يقلع سي بون. بلال عمر كما تشوفوا الشيخ فرحات راهو يسمع في الموسيقى. عيط له عمر عيط. شيخ فرحات عيط عيط. شيخ فرحات زيد. شيخ فرحات 240 مليون سنتيم. قلب اللعبه دوكا ثلاث احتمالات كما فين نشوفوا في التلفزيون. نطرح سؤال، راح نطرح سؤال، اذا عرفتوا الاجابه روحوا مباشره للاحتمال، ما عرفتوش اقسموا. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله فرحات الاجابه تاعو تكون متطابقه معكم. السؤال تاع نصف النهائي يقول نصف النهائي كم عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؟
كم عدد دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي؟ ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول 26، الاحتمال الثاني 27، الاحتمال الثالث 28. توب كرونو، كم عدد أعضاء دول الاتحاد الأوروبي؟ 26، 26، 27، 28. كم عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؟ خرجت الألمان. 26، 27، 28. 1000 دراهم خويا، خيروا 1 2 ولا 3، ما بقاش الوقت. وين 27؟ هنا 27. خمم مليح بلال. انا راني متاكد من 27. تقعد هلندا. يقصى السؤال بلال. اوقف اوقف او راح تجيب لي السكر انت اليوم على بالك. حبيت تخسرنا في دراهم خويا؟ اذا كنت تديهم ليك معليش بالصح. لا لا خويا، يقصى سؤال بلال. هات السؤال تاعك والضومان تاعك. عمر ميلايلي ايضا بالثقافه اللي عنده تاعك. 240 مليون سنتيم على وش من إجابة؟ 27. نحسبهم لك؟ كانوا 28. إيه؟ خرجت بريطانيا. بريطانيا إيه؟ يقولوا 27. ما زلت معك حتى الكلمة. أنا نروح نشوف الشيخ فرحان. اطرح لك سؤال وتجاوبني مباشرة. مباشرة تبعني. إذا إن شاء الله عرفت الإجابة صحيحة، نتمنى أنه ميلايني وبيدال الكباش يكونوا واقفين مع الإجابة تاعك، وإن شاء الله مع الأخير تكون صحيحة. اوكي اوكي نطرح لك السؤال. تفضل. نطرح لك سؤال. تفضل. كم عدد دول اعضاء في الاتحاد الاوروبي؟ 26 ولا 27 ولا 28 دوله؟ كم عدد الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، لونيون اوروبيان؟ كم عدد؟ احتمال اول 26 دوله، احتمال ثاني 27 دولة، ولا الاحتمال الثالث 28 دولة؟ 27 دولة. راك متأكد؟ نعم. متأكد متأكد؟ 27 دولة. صح أخويا. أنا راح نقول لك تقصيري زوج إجابات غلطين. وشنو هو الاحتمال الأول اللي راح تقصيه؟ وش نحي في الأول؟ 26، 27 ولا 28؟ وش نحي؟ نحي 26. حط يدك على رقم واحد. حط يدك. حط ما تجبدش حتى ونقول. لما نحسب الثلاثة تقسيلي 26 دولة، أوكي؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أقسي رقم 26، أجبد. الضربة بانت كبيرة شوية. راح تخلي 27 دولة ولا تبدل رايك دير 28 دولة؟ 27 دولة. تريح في 27 دولة؟ تريح في 27 دولة. تما راح تقصي 28 دولة. حط يدك على 28 دولة. 28 دولة. رقم ثلاثة حط يدك تما، ما تجبدش حتى ونقول. اوكي؟ نقصيو 28 دولة ونحسبوا حتى لثلاثة. واحد، اثنين، ثلاثة، اجبد. ضربة كبيرة شيخ فرحان. وعده. طلعوا لنا السيتار، ما تدورش راسك، ريح شوف فيا. ما عندكش الحق الدور. ضربة كبيرة باسكو رانا نلعبوا على 240 مليون
سنتيم، ال 240 مليون سنتيم ما راح تديهم انت، ما راح نديهم انا، ما راح يديهم الناس اللي موافقين يقسموا معنا في الاس ام اس ب 68015، راح يديهم ناس اللي ما عندهمش. قل لي، هل تشوف بانه المايسترو والمبدع سواء عمر ميلايني ولا بلال كباش ما خيبوناش؟ ما خيبوناش. راك متاكد؟ عيط عيط عيط. راني متاكد ما خيبوناش، نعرفهم مليح. مالو المستوى تاعهم. دور شوف. مازال مازال جوج شيخ فرهاد مازال. اوكي خيروا كيما انت. اوكي شافوا الاجابه. سامة لا بلاش. بلا بلاش روح روح روح. أنا ما على باليش علاش 27 دولة. بلال اقتصاديا نعطيها لك، بريطانيا العظمى خرجت من الاتحاد الأوروبي صح. بلال سياسيا بريطانيا العظمى ونعطيها لك معلومة ما خرجتش من الاتحاد الأوروبي. قضي الأمر بلال. سنتيم لأجل اليتامى والمساكين في جمعية فعلوا الخير الشروق الخيرية في كاش ولا سبلاش. أروح على بالي يا قدوتي يا جميل، نديروها هكا ومن بعد نعزف على كمال وهمي. لكن الموسيقى حقيقية. تحية إلى عمار. أولي رانا في لا فينال، رانا في النهائي، رانا نلعبوا على الناس اللي ما عندهاش 240 مليون سنتيم. تقدر تقدر يا بلال، تقدر ترد الابتسامة لمئات من الناس. إن شاء الله إن شاء الله يا رب. حيوا لي المنافسة اللي كانت بين الشروق العامة والشروق نيوز من أجل الهدف النبيل تاع اليوم. وإحنا ما كان لا شروق عامة لا شروق نيوز، أكيد إحنا كامل هنا شروقيون. وأنا آخرهم شروقيون صح. الهضرة عمار، انت لست اخرهم، انت من بيننا، انت وليد الدار. انت الدار هذه دخلتها قبل ومن بعد دخلتها درك. قولوا انت ديت بنتنا كيفاش؟ والله نسيبنا. يا سلام. صح. اليوم الهدف تاعنا واضح، انه نفرحوا كامل الجزائريين ونفرحوا كامل الناس اللي راهي تشوف فينا. وهذه رسالة للناس اللي لاباس بها باش تخرج وتعاون الناس اللي ما عندهاش. هيا النهائي 240 مليون سنتيم. كما على بالك وما تشوف بلال، عندك احتمال واحد احتمال اثنين، ما تقدر تنقص ولا سنتيم وما تقدر تقسم ولا سنتيم. نطرح لك سؤال تروح لي بال 240 مليون، يا الاحتمال الاول يا الاحتمال الثاني. سي بون واش الشيخ فرحات قدواتي؟ سي بون حاضر صح. سؤال النهائي لنهار اليوم على 240 مليون سنتيم، سؤال النهائي يقول: فدوى طوقان
هي شاعرة من احتمال أول سورية، احتمال ثاني فلسطينية. طوب كرونو. فدوى طوقان، هي شاعرة من سورية ولا فلسطينية؟ فدوى طوقان، هي شاعرة سورية ولا فلسطينية؟ 44 ثانية، ما تطيحوليش قلبي. وينك ورايحين؟ عمر، فلسطينية ولا سورية؟ رقم اثنين فلسطينية؟ اتفضل، ما بقالناش الوقت. ركزوا. ما بقاش الوقت. هيا اخويا. تفضل. تخسر فرحة، تهبط 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 تهبط. جبناها ان شاء الله، جبناها ان شاء الله. عمار، قبعة فلسطينية. والإجابة كانت إجابتك فلسطينية. تعرف الشاعرة عمار؟ نعم. تقرأ لها؟ في مرحلة الثانوي درسناها. صح. المسيطر عليهم هو محمود درويش. وشنو؟ المسيطر على الشعراء في فلسطين محمود درويش وسامح القاسم. صح. بلال، الناس تقرا تافونسي وانت قاعد تشوشني تجبد لي في شيخ فرحان. دور شوف، دور دور، اطلع اطلع اطلع. شوف فيا، شوف فيا، شوف فيا. عاود دور، عاود دور. فهمني واش كنت دير. لا انا كنت مع الاقتراح تاع فلسطينيه لانه جازت عليا في دواء طوقان. علاش كنت تجبد الشيخ فرحات؟ لا نجيب الشيخ فرحات لانه الشيخ فرحات لا راح راحو كاع اذا ما راحوش 240 تلاقاو تحت انا وياه. دور دور. يا خويا 240 مليون سنتيم على جالها الصوت تاعي راح. علاش راح الصوت تاعي؟ لانه هدفنا كاعلاميين في سبعه، هدفنا كقناه، هدفنا كجزائريين انه نمدوا بسمه للناس عندها مده ما ضحكتش، ونمدوا بسمه للناس ونطلعوا المورال للناس عندها مده المورال تاعها راهو تحت الارض. انا اقول لكم يعطيكم الصحه، بلال كباش، عمر ميلايني، شيخ فرحات، اخي وصديقي الجميل لطفي، انس، صلاح الدين، انتوما من اروع المنشطين في هذه القناه، ورغم صغر سنكم اسمكم كما يدير عمر كتبتوه باحرف من ذهب. قضي الامر، يعطيكم الصحه، بارك الله فيكم. مباشرة عبر قناة الشروق، يعطيكم الصحة كامل كيما راكم.